أحسن الله إليكم، امرأة جاءتها الدورة الشهرية فطهرت بعد العشاء أي الساعة العاشرة تقريبا، فهل عليها صلاة أم ماذا؟ نعم، امرأة جاءتها الدورة الشهرية فطهرت بعد العشاء أي الساعة العاشرة تقريبا، فهل عليها صلاة أم ماذا؟ شلون جاءتها الدورة ثم طهرت بعد العشاء؟ يعني استمرت معها الدورة والتامة، ولما انتهت الدورة وصادفت وقت العشاء أو ماذا؟ أو أنه يقصد أنها دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم أصابها الدم قبل أن تصلي؟ إذا كان كذلك فإنها إذا طهرت واغتسلت تصلي الصلاة التي أدركت وقتها، تقضيها، تقضي الصلاة التي أدركت وقتها وأصابها الدم قبل أن تصليها، لأنها وجبت عليها بدخول الوقت، ولكن منعها الحيض من أدائها فبقيت في ذمتها، فإذا طهرت تقضيها.